السلام عليكم. السلام صباحك، كيفك ساجد؟ كيف صحتك؟ الله يخليك. انا معك هشام خزامي، مندوب الدوله السوريه والحرس السوري الايراني. بدك شيء؟ يلا سند يا شباب، يلا يا بنتي. صحيح انت بعد احنا موجودين عنده، اخذناك دفعة من باب الثقة قبل ما نسلم مستلم. ماشي. ونحن هون ضباط ومهندسين ومقاتلين، خدمنا النظام بقوة وبعنف وما لنا قيمة، ليش 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 الإهمال هذا؟ السلام عليكم، أنا حسن محمد صوفا أبو البراء. بتمنى من الإخوة ومن أبو عزام وأبو الفاروق وأبو زيد أنهم يتعاونوا مع الأخ هشام خزامي مشان يعجلوا بموضوعي. يلا سلام. يلا حسان، يلا توكل على الله. نحن سيتم التبادل علينا غدا ان شاء الله عبر المعتمد، عبر التفاوض المعتمد لدى الحكومه السوريه والحرس الثوري الايراني هشام زين العابدين حسين علي من سكنه العراق البصره محافظه النجبه. طلعت بجهود سيادة وزير الدكتور الدين أحمد وسعي وزير العدل حرمان وعبر الوسيط مندوب وزارة العدل هشام خزامي حاصرا. شو اسمك؟ سلمنا أبوك. شو اسمك؟ وزير أحمد، وزير أحمد الرحمن صالح. سلمنا يا أخوك.